صباح الخير والفل والسعادة على كل مشاهدي قناة مدرستنا في كل مكان. أول حلقة من حلقات هذا الأسبوع لبرنامجكم طابور الصباح، والحقيقة هي مش أول حلقة من حلقات الأسبوع، بس هي أول حلقة من حلقات 2023. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير، ويا رب السنة الجديدة تكون سنة سعيدة على حضراتكم، تحققوا فيها كل أحلامكم وطموحاتكم، وتكونوا دايما بصحة وخير وسعادة وراحة بال. الحقيقة برنامج طابور الصباح بادئ من حوالي 7 شهور، بنتمنى على مدار الفترة اللي فاتت دي نكون قدمنا لحضراتكم اللي يفيدكم وينال إعجابكم ويفيد أبنائكم ويفيد الشباب اللي بتتفرج علينا. وبالمناسبة دي الحقيقة أنا عايز أقول إن خلال ال7 شهور اللي فاتوا دول أنا ما كنتش أقدر أحقق أي نجاح من غير زمايلي اللي موجودين في الكواليس دايما، والحقيقة عايز أوجه لهم الشكر جميعا، وأتمنى وجودهم معايا دايما، وهم الحقيقة أقسام الإعداد والإخراج والتصوير والإضاءة والصوت والإكسسوار والإنتاج والبروديوسر والبوفيه والأمن، وأخيرا الإدارة القائمة على قناة مدرستنا 3. بشكركم جميعا، بشكر زمايلي جميعا جزيل الشكر، يعني بجد من غيرهم أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة. طبعا زمايلنا الأوتوكيو الأستاذ ياسر عشان يعني ما يزعلش مني، فكل زمايلنا بجد الحقيقة من غيرهم ما نقدرش نحقق أي حاجة وما نقدرش نعمل أي حاجة. ووجودنا مع حضراتكم يعني أو وجودي أنا شخصيا مع حضراتكم هو جزء بسيط لفريق كبير بيتعب عشان أقدر أقدم لحضراتكم الحاجات اللي بقدر أقدمها لكم. في حلقتنا النهاردة يعني بنحاول كعادتنا نقدم لحضراتكم فقرات وأخبار متنوعة، يا رب تنال إعجابكم. يعني خلينا نبدأ بالأخبار. كلنا الأسبوع اللي فات تابعنا احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الرابعة، والحقيقة أن الاحتفالية دي بتبقى من الاحتفالات المميزة اللي بننتظرها كل سنة عشان بتبقى كلها طاقة حب وأمل وحياة. السنة دي بقى كان شعارها لينا مكان. الحقيقة أن ده بقى واقع جماعة بقينا كلنا شايفينه، هو أن الأشخاص ذوي الإعاقة بقى ليهم المكان والمكانة اللي يستحقوها في كل المجالات، رياضة، فن، إعلام، ثقافة، غيرها الحقيقة كتير من المجالات اللي موجودين فيها وظاهرين. صوتهم واحتياجاتهم وأحلامهم بقت مسموعة، عشان كده طول الوقت بنشوف خطوات ومبادرات مهمة جدا من كل مؤسسات الدولة عشان تثبت فعلا أن ذوي الإعاقة ليهم مكان وليهم دور. من المبادرات بقى دي المبادرة اللي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية قادرون باختلاف، وهي أحسن صاحب والإتاحة والعيش باستقلالية. قالت وزارة التضامن الاجتماعي في منشور ليها إن مبادرة الإتاحة والعيش باستقلالية هتكون بالتعاون مع الجامعات والشركات والبنوك والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والمستشفيات، بالإضافة إلى كافة قطاعات التوظيف. الهدف من المبادرة دي هيبقى يعني هي عدة أهداف الحقيقة مش هدف واحد، منها مثلا إتاحة البيئة المكانية والتكنولوجية لتيسير تواصل ذوي الإعاقة، تشغيل ذوي الإعاقة بنسبة 5% في كافة قطاعات التوظيف، استفادة ذوي الإعاقة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية اللي تشمل التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتأمين وسوق الأوراق المالية، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل والشمول المالي وتمكينهم اقتصاديا، وده الحقيقة هدف مهم جدا. أما بقى المبادرة الثانية وهي أحسن صاحب، هتكون من خلال تطبيق خاص بالمبادرة هتطلقه وزارة التضامن الاجتماعي، والهدف من المبادرة دي هو دعم ذوي الإعاقة وإنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية. أنا شايف إن هو هدف هام جدا 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 على المستوى النفسي وعلى مستوى كمان الانخراط في المجتمع سواء بشكل عملي أو الواقع اللي بيرتد عليهم نفسيا، الشكل الإيجابي اللي بيرتد عليهم نفسيا من فكرة العلاقات اللي لازم ينخرطوا فيها لذوي الإعاقة. طبعا ده هيكون من خلال تنمية العلاقات والصداقات بينهم وبين من ليس لديهم إعاقة، بالإضافة كمان لتشجيع الأشخاص من ذوي الإعاقة للخروج للتعليم والعمل. الحقيقة أن فعلا المبادرات دي تعتبر من الخطوات اللي الحقيقة الدولة بتاخدها عشان تحقق الدمج على كل المستويات لذوي الهمم اللي هم جزء مهم جدا من المجتمع المصري. من كلامنا عن ذوي الهمم خلينا ننتقل لفئة تانية من المجتمع، وهي فئة الشباب والمراهقين اللي للأسف برغم ان هم في سن اللياقة والشباب والصحة، لان في جزء كبير منهم مصابين بمرض السمنة، وده طبعا بيأثر على لياقتهم البدنية بشكل كبير. عشان كده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير قام بتكليف لجنة قطاع التربية الرياضية بإجراء دراسة مسحية على مستوى الجمهورية لطلاب الفرقة الأولى بالجامعات عشان يحددوا أسباب السمنة وضعف اللياقة البدنية وتشوهات القوام المنتشرة. من خلال الدراسة دي هيتم تقديم خريطة علمية على مستوى الجمهورية لتحديد الأعراض والأسباب وطرق العلاج،
ده هيكون ضمن الخطة البحثية لكليات التربية الرياضية للفصل الدراسي الثاني. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الخطة المسحية أو الدراسة البحثية وإزاي هيتم تطبيقها من ضيفنا اللي معانا على التليفون الدكتور حسين السمري رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا. يعني في البداية حابين يا فندم نعرف إمتى هيتم البدء في تطبيق الدراسة البحثية أو الخطة المسحية بشكل عام؟ والله لسه توجه معالي الوزير جالي النهاردة وهيعرض في اجتماع القطاع لجنة القطاع إن شاء الله يوم الاثنين القادم في جامعة حلوان. لجنة القطاع دي مشكلة من السادة عمداء كليات التربية الرياضية 28 اللي هي في مصر بجانب 14 خبير في مجالات مختلفة في الرياضة ومجالاتها المختلفة، وهنبحث الأمر ده ونتقدم طبعا بخطة شاملة لمعالي الوزير لتوضيح ايه اللي ممكن يتم، وطبعا فرصة ان جميع محافظات مصر دلوقتي فيها كليات تربية رياضية، فده الأمر ده ان شاء الله هيسهل الأمر كتير، لأن احنا كل الجامعات المصرية فيها كليات تربية رياضية فيما عدا جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة دمنهور، ولكن في نفس المحافظات في كليات تربية رياضية. احنا عرضنا الأمر على السادة عمداء الكليات اللي يوم الاثنين هيتقدموا بتصوراتهم مرئياتهم في الموضوع ده. طب هل يا فندم يعني تقريبا كده هل في ارقام او تصورات مبدئيه للارقام للمصابين بمرض السمنه في فئه الشباب ولا لسه ده مش حاصل؟ لا ما فيش للاسف داتا، ولكن المؤشرات العامه تبين من مبادره ال 100 مليون صحه ان في نسبه كبيره من السمنه بين فئات الشعب، وخد بال حضرتك مش السمنه فقط، هي الجانب الاخر المدر ايضا النحافه يعني النحافه. هل ده ضمن المبادره يا فندم او ضمن الخطه؟ هل احنا هنحاول نشوفه في المبادره، لان هو مشكله السنه الاولى من التعليم الجامعي الثانويه العامه. السنه اللي قبل التعليم الجامعي مرحله الثانويه العامه بيبقى معظم الطلاب او يكاد يكونوا كلهم بلا حركه، والمذاكره اكتر والاكل اكتر، وبالتالي بيتعرضوا بشكل كبير لموضوع السمنة. التوقيت ده بيبقى محتاج مذاكره كتير ومحدش بيركز لا في الرياضه ولا في نوعيه اكل قد ما هم بيركزوا في ان انا عايز بس انجز اللي ورايا من المناهج. بالظبط. حتى الرياضيين منهم اللي هم مثلا بيتمرنوا نسبه ضئيله جدا جدا لا تحسب. يعني فالامر بالفعل جد خطير، واحنا مش هنشوف السمنه بس، برضه هنشوف التشوهات القوميه، لان برضه المرحله الثانويه العامه نتيجه الجلوس لفترات طويله للمذاكره قد تؤدي الى تشوهات قوميه للطالب، وبالتالي دولت مشكلتين هامين يعني لازم نبحث فيهم، والمشكلتين دولت بتؤثر بشكل كبير على مستوى اللياقه البدنيه للانسان عموما يعني. طب دكتور حسين حابب اعرف من حضرتك الخطه هتمشي ازاي؟ يعني هل هيكون في مثلا بدايه في عدد من المحافظات، عدد من الجامعات داخل عدد من المحافظات، ولا هتكون شامله على مستوى الجمهوريه مره واحده بشكل مباشر؟ على مستوى جميع المحافظات كليات التربيه الرياضيه هيشكل فرق عمل، فرق العمل دي من متخصصين في كليات التربية الرياضية في نفس المحافظة، وهنحدد ايه الاختبارات اللي المفروض احنا هننفذها على اساس تبقى قياس لهذه الامراض او هذه الانحرافات القوامية او مستوى اللياقة البدنية، وهنتعامل مع كل محافظة بشكل معين بحيث ان احنا نعمل معدل عام ومعدل لكل محافظة على حدة، ونشوف هل الانتشار او خريطه انتشار السمنه او التشوهات القوميه في اكثر محافظه فين، ونتعامل معاها يعني بحيث ان احنا نعمل بشكل عام وبشكل خاص لكل محافظه. الدكتور وبرضه هنعمل مقارنه ما بين الذكور والاناث.
يعني كل الامور دي موجوده في خطتنا يعني. في الحسابات. تمام. نعم. دكتور حسين السمري، رئيس لجنه قطاع التربيه الرياضيه بالمجلس الاعلى للجامعات، بشكر حضرتك جزيل الشكر.